اهلا بكم. اليوم كالامار محشي اما فاسون تنشوفوا ماهوش كيما الكالامار اللي تعملوه في الدار، حاجه اخرى. تبعني. اول حاجه اللي هي ماهيش معتاده باش نستعملها هي البيتنجيلة، باش نحط كعبات بيتنجيلة يتشويو، خاطر حاجتي باش يعطيوني الجو في مي، هذاك احسن حاجه تعطي الجو في مي هي البيتنجيلة المشويه. اول حاجه باش نعملها باش نلم الفخو دماغ اللي عندي الكل شويه 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 نلمهم، ساعات تلقى بشويه كونجولي مخلطين، استعمل اي نوع نتاع ميلونج نتاع فخو دماغ. انا ها واش عندي، شفتوا اللي في الماخ قصيدين مزويدين على الاخر، خاطر هما باش يكونوا الفارس نتاع الكلامات. توا بعد ما قصينا لي في الماخ توا باش نفوحوهم، باش نزيدوهم شويه عشاب وشويه فيح. تبع البيتنجيلة طابت ونقشروها ونقصوها طرف صغار باش نخلطوها على الفارس. الفخس تاعنا حاضرة توا باش نطيبوها شوية، باش يذبالك البصل والحشيش، باش نزيدوها شوية روز مصموط في طرف ماء. نعطيكم أستوس تاع الروز، وقت اللي باش تصمتوا هكا الفخس ولا حاجة لازم يجي كعبة كعبة، قبل ما تصمت الروز شلوا بالكدا في الماء، شلل شلل شلل، نحيلوا لاميدون الكل، لاميدون هو اللي لصقوا من بعد، ومن بعد اصمت طرف ماء وملح هكا هو. الفخس نتاعنا مع الروز يلزمنا نفوحوها شوية، كان تحب فاكولتاتيف تزيدها شوية هريسة عربي، أنا باش نزيدها شوية هروس. بين البصل وتحسها كيف تيب شويه، اخر استوس نعطيها لكم تجربه مهبوله اونكور اون فوا، باش نزيد شويه كريم فريش لو تعطي اونكتيوزيتي للفخس نتاعي شيء قوي. تبع فارس وحتى شو مبن باللي وريه.
تهي وحدة على الاخر لازم ناكلوها ديريكت بيتا وبسبداو نحشيو الكلامار تبعنا. الصوص نتاعنا حاضرة، كالامار محشي مريقل، قصيت شوية طماطم بيتنجيلة وبصل. عاد لي كان دريساج ونحط في الفور وصيي الفور تخليوها مينيموم 35 دقيقة 180 دوغري صحة وبشفاء. قالوا لي اش عجبك فيه.